بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مجددين التحية بكل متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، عشاق سباقات الهجن العربية الأصيلة، من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في صباح هذا اليوم، أول أيام أسبوع الصغار، منافسات سن الحجائج الممتدة على مدار 25 شوطا، 12 شوطا من الأشواط المفتوحة و13 شوطا ستكون مخصصة للإنتاج. تحية لكل متابعينا الكرام عبر قنوات دبي ريسينج الناقلة لانطلاقات التحدي والإثارة من أرضية هذا الميدان. تحية لكل متابعينا من يتابع هذه الانطلاقات في يوم المواهب والنجوم، في يوم التحدي والانطلاق والإثارة. تحية لكل حضورنا الكريم المتواجدين على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركة الله، تعلن انطلاقة أول أشواطنا في هذه الفترة الصباحية بانطلاق الشوط الأول، وهو الشوط الخاص بالإبكار في هذه المشاركة المميزة هنا في هذا الميدان، ميدان دستور، أحد أفرع تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. على بركة الله بدأنا وانطلقنا في أول الأشواط لمسافة 3 كيلومترات في سن التحدي والإثارة والمنافسة التي نبدأها بالمقدمة وفي المركز الأول. نذهب إلى سرابة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، بينما المركز الثاني الشاهينية خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي. انتقلنا إلى المركز الثالث متابعة سيوف راشد بن عبد الله بن طالب المري. نشوف المركز الرابع متعب مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، وهناك على المركز الخامس يا سلام شوق صالح بن محمد السيود الوهيبي، وفي المركز السادس الى عنيدة عبد الله بن سلطان بن محمد الشامسي. هناك على المركز السابع نذهب الى اديال حمد بن عبد الله بو هليبة، وفي المركز الثامن من خلال هذه الانطلاقات نذهب الى شواهين راشد بن علي بن محمد النعيمي، بينما المركز التاسع كحال عمر بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، وفي المركز العاشر الله القادمه بقوه للتنافس متعب يمع بن محمد بن حمد الجعفري. هذه الاسماء التي نتابعها هنا البدايه ما شاء الله في هذه الانطلاقه وقدوم هذه الاسماء المتميزه التي تعلن انطلاقة التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله. نعود إلى سرابة، إلى المفاجآت على المركز الأول، إلى المتحمل قيادة هذا الشوط الرئيسي مبارك بن محمد بن نصرة العامري. في المقدمة هناك حال كحال بن مصانع الجنوب، بدأت الآن بالانطلاق مع عمر بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري. ما شاء الله منافسات شبابيه قادمه، والمجازف يتدخل ايضا بعنف على المقدم الناوي عوض بن عتيج بن زيتون المهيري في هذه الانطلاقات. وهناك على المركز الثالث وصل مع البدايه الوسميه سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. ما شاء الله وتبارك الله، تابع التغييرات على المقدمة والبداية وايضا الانطلاقة. الله الله، همة وهي همة عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي. همة الناموس ما شاء الله وتبارك الله. ولكن اكحال على المركز الثاني عمر بن غصاب بن صبح راعي الطيرة العامري، والمجازف قادم بقوة ايضا بالدخول من خلال الناوية عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. صراع ثلاثي بين اسماء ما شاء الله لها من الانجاز، لها من التحدي، لها من الدفع الكبير في هذه المنافسة. ما شاء الله مصانع الجنوب قادمة بقوة ايضا من خلال
هذه اللحظات وهناك منازف، منازف في انطلاق قوي ومثير مع المجازف الناوي عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. كحال ولا هناك ولا ما شاء الله الناوية، الناوي ولا كحال، كحال ولا الناوية، من يتصدر من يعلن؟ ما شاء الله كحال يذكرنا بكحال العاصفة وإنجازها، ما شاء الله وتبارك الله. كحال وهي كحال، كحل عينك ايضا يا من تتابع يا مطمش من خلال هذا الميدان. الله الله الله، سلام يا مصانع الجنوب، سلام سلام وتحية ايضا عمر بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، ما شاء الله وتبارك الله. على المركز الاول، المركز الثاني ناوي يعوض بن عتيج بن زيتون الميري، المركز الثالث، في المركز الثالث تتواجد ملامح حمود مغانم بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الرابع الدخول من الوسمي سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي، والمركز الخامس نذهب الى همه عتيج بن سيف بن حميدان الفلاسي. هذه الاسماء نعود الى التوقيت، نتابع الانطلاق، نتابع ما شاء الله وتبارك الله. شوف نشوف الهمه ونشوف ايضا الله، 4 دقائق 32 ثانية وستة من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس سيد عمر بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، ومشكور يا ابو سعيد اعطاء المعلومه ايضا واعطاء ان الشباب قادمون للتنافس في ارضيه هذا الميدان. 4 دقائق 32 ثانية وتسعة من الاجزاء من الثانية ايضا. تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة عوض بن عتيج بن زيتون المهيري، السلام. المركز الثالث، المركز الثالث ملامح حمود بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، ما شاء الله الاقتصاديون قادمون، 4 دقائق 37 ثانية وثمانية من الاجزاء من الثانية ايضا. تهانينا والناموس، بداية موفقة وانطلاقة قوية وتحديات في ارضية هذا الميدان. تبارك الله تبارك الله، الاعداد اليوم ما شاء الله تقول ان الاهتمام زاد، ان التحدي في ارضية هذا الميدان سيكون حاضرا من اول الانطلاقات.